احنا اولا ان في قوانين اللي تم المصادقة عليها، وكاين في قوانين راهي في التحضير اللي هي راح تاثر وتنظم القطاع. احنا استغلنا هذه الفرصه باش نعطي رؤيتنا مقاربتنا انطلاقا من التجارب الميدانيه، حتى غدوه يعني هذه القوانين الجديده تسمح اننا نمارس مهنتنا في ظروف حسنه. لا هذه بالحقيقه هذه تكون مبادره تتعلق بالقطاع، لازم يعني الصحفيين يتنظموا والناشرين يتنظموا حتى يدافعوا على المشاكل تاعهم ويرفعوا الانشغالات تاعهم الى السلطات. هذا مش يعني مش حتى يقولوا لنا النواب، هذا في الحقيقه لازم تكون مبادره منا باش نكونوا قوه اقتراح، ما نبقاوش مثلا هكا متفرقين وكل واحد يضرب كيما يقولوا بالعاميه يضرب على قرادو.